السلام عليكم متابعينا، اهلا وسهلا بكم في قناة جيمز ماستر. واليوم معنا حلقة جديدة من لعبة مونستر هنتر ستوريز 2 وينجز اوف رون. نضغط على تحميل اللعبة، اختار تحميل اصدقائي. لا تنسوا الاشتراك في القناة اصدقائي، ومن لم يشترك فليشترك في القناة اصدقائي، ولا تنسوا عمل اللايكات والكومنتات أصدقائي. ها هو أصدقائي في المنزل، نخرج من المنزل أصدقائي. الأموال معنا 1960 زيني أصدقائي. نذهب إلى الكبير القرية أصدقائي ماولو. لما كل هذا الجلبة؟ هل حدث شيء سيء؟ زيلارد، ما الذي يحدث هنا؟ ظهر أحد الوحوش قريبا جدا من القرية. لم تكن هناك أي إصابات خطيرة حتى الآن، لكن بعض الأطفال الذين دخلوا إلى الغابة لم يعودوا بعد. ليس لدينا ما يكفي من راكبي الوحوش لإرسالهم للبحث عنهم. من السهل أن تتوه في وود، حتى إذا كنت كبيرا. سأذهب وأعيدهم. الوقت ينفذ منا، ما رأيك أن ننطلق الآن؟ العثور على هؤلاء الأطفال. تعود إلى روتو لتجد القرويين مذعورين. إذ غامر بعض الصغار بالذهاب إلى الغابة لم يعودوا بعد. يخشى شعب وايفرين أن يكون لهذا صلة بالوحش الذي رأوه يحوم بجوار القرية. تندفع نحو الغابة للعثور على الأطفال. التوجه إلى غابة ويندوود. ولكن أصدقائي، أفضل أن أحصل على مهمة، فليس لدي أي مال ولم ننفذ أي مهمات. أصدقائي، مستوى حجر الاقتران من شأن تقوية الروابط مع وحوشك ورفقائك في المعركة. أن ترفع مستوى حجر الاقتران الذي تحمله ويتمكنك هذا من قبول المزيد من رحلات البحث السنوية الشاقة التي تحمل مكافآت أفضل. نختار رحلات البحث الثانوية. رحلات البحث التجريبية، هذه مهام شاقة التي ستكافئك بشكل مختلف بناء على عدد الجولات أو الوقت الذي استغرقته في هزيمة الوحش الذي تصادفه خلال المهمة. أقبل المهمة على بدء المعركة، اضغط على ستارت عند اختيار المهمة التجريبية للحصول على تفاصيل متطلبات المكافآت. نذهب إلى الرحلات السنوية أصدقائي. كلهم جوائزهم 2300 زيني أصدقائي. العملة في اللعبة الزيني، خبرة 20 نقطة. نختار الأساسيات. قتل الوحوش أصدقائي، تم قبول المهمة. الأعلى، يجب الذهاب إلى الأعلى أصدقائي.
إن التدريب ضروري لزيادة القوة، أنت تتدرب أليس كذلك راكب الوحوش الصغير؟ والآن سنرى ما كنت منتبه جيدا. هل أنت مستعد لإجراء الاختبار؟ الاختبار الأول حول العناصر، أخبرنا عندما تكون مستعدا. اختبر معلوماتك. السؤال الأول، أي من هذه العناصر يجعل الوحوش أكثر ميلا للانسحاب من المعركة؟ الكعك المحلى، الثوم العريض، كرة الطلاء. كرة الطلاء أعتقد إجابة صحيحة. يعني كرة الطلاء رائعة جدا، ولكن تذكر أنها تستمر لثلاث جولات فقط. كرات الشعر في المخلب الآخر. السؤال الثاني، أي من هذه العناصر يتناسب مع الوحوش الطائرة؟ سكين الرمي، القنبلة الصوتية، القنبلة الضوئية. أعتقد سكين الرمي. الله عليك، تصفح الكتب. كرة الطلاء، ماشي. القنبلة الصوتية، القنبلة الضوئية هذه. ما هي العناصر يلحق ضررا بالوحوش بغض النظر عن قوتها؟ البرميل المتفجر. لقد أجبت عنها جميعا، أنا منبهر أنك تعرف عناصرك جيدا. التسليم. اكتملت المهمة أصدقائي، حصلنا على 2300 زني، بعض العناصر أيضا أصدقائي. حسنا، لن ننفذ مهمة أخرى أصدقائي. مرحبا، أنا راكب الوحوش البشري، أتمنى لو أنني أستطيع الانطلاق في المغامرات مع الوحوش مثل ما تفعل. أفضل أن أرتحل وأكون صداقات مع الوحوش بدلا من المكوث هنا وصناعة أسرتها. حسنا، ستحاول أن توحشك الاهتمام بهذه الأرزروس الهائجة. معا راكب وحوش ضد أذرس. تم قبول المهمة أصدقائي، يمكنك العثور على أرزروس في أكالة. حزم موقف فقط يا راكب الوحوش. حسنا أصدقاء، التوجه لغابة وند وود الآن، وفيما بعد سننفذ مهام أخرى أصدقائي.
إنها بعيدة جدا. نحن ننطلق أصدقائي إلى غابة ويند وود. يوجد بحث للوحوش العملاقة أصدقائي. ها نحن نقترب من غابة ويندوود أصدقائي. يوجد بعض الوحوش نتجنبها أصدقائي. ها نحن ندخل إلى غابة ويندوود. علينا العثور على 3 أطفال، من الأفضل أن نسرع. لابد أن الصغار يشعرون بالخوف، ربما يختبئ الأطفال من الوحوش. يجب أن يتفقد العشب الطويل، فهو مكان جيد للاختباء. حسنا، على ما يبدو يوجد منزل متنقل أصدقاء من بالقرب من هنا. هنعمل علامة حفظ عليها أصدقائي. ها هو هنا أصدقائي. لكي نستطيع استخدامه. أوه، هجمنا أحد الوحوش أصدقائي. نحاول قتاله، إنه وحش صغير، لكنه قوي أصدقائي. لقد تمت هزيمة الوحش أصدقائي، ما زال عايش، أم كان وحشان؟ حسنا، نستخدم عناصر عشبة أصدقائي، استخدم عشبة. هالوين وران مرة يستخدم هجوم السرعة أصدقائي. تشارلوك يستخدم الانفجار البارد. لقد انتصرنا عليه أصدقائي، كسبنا بعض نقاط الخبرة أصدقائي وبعض العناصر. نستمر في البحث عن الأطفال أصدقائي، استكشاف العشب الطويل. ليس معنا وحش يستطيع تسلق شجرة اللبلاب أصدقائي. يوجد صندوق نفتحه. حصلنا على 1000 من عملة الزنا أصدقائي. وهجمنا وحش آخر أخير. نحاول الفرار أصدقائي، يبدو أقوياء. لقد فررنا منهم أصدقائي. حسنا،
افتح الصندوق. سخام الحياة. باكر وحش، ولكن ليس من أبحث عنه. أستمر في النزول للأسفل أصدقائي. أبحث عن عشب الطويل أصدقائي. حسنا، اهرب اهرب اصدقائي. يوجد الكثير من الوحوش الهائجة اصدقائي، نحاول الفرار. لقد فررنا منهم بسلام اصدقائي. ما هو صندوق أصدقائي؟ نحاول العثور على عشب طويل أصدقائي. صندوق آخر نستكشفه أصدقائي. صنع سكين السم أصدقائي. هذا الوحش الهائج يجري بسرعة. حاول تجنب الوحوش أصدقائي. وحش البالو مو نختار فرار أصدقائي، نهرب منهم. لقد فررنا بنجاح أصدقائي. وما زلنا نبحث عن أطفال القرية أصدقائي. الوحوش تركض خلفنا أصدقائي، ولكن نهرب منهم بنجاح أصدقائي.
أستمر بالبحث عن العشب الطويل أصدقائي، ولكن بلا فائدة. صنع ورقة الصبار أصدقائي، عدنا إلى مرتفعات الكالة. ما زلنا نبحث عن الصغار المفقودين أصدقائي الأطفال. أصدقائي الأطفال المفقودين أصدقائي. ما هذا؟ نعود مرة أخرى. اختار وقت السفر الظهيرة إلى وينوود، واحنا فعليا بها. حسنا، نحاول البحث عن عشب طويل. حسنا، سنواجه بعض الوحوش أصدقائي. النصر لنا أصدقائي، تشارلوك يهجم ويقطع أحد الوحوش الصغار. يهجم مرة أخرى أصدقائي، رانمار يهجم أيضا، تشارلوك يهجم أيضا، وقضينا على الوحش الآخر من الصغار أصدقائي. سنهجم جميعا على البالمو الضخم أصدقائي. مرة أخرى النصر لنا أصدقائي. استخدم هجوم الركوب أصدقائي، استخدم مهارة الاقتران مع رانمر، نستخدم اندفاع فلوسيدروم أصدقائي. وهو رانمر ينطلق في الجو، يهجم بقدميه، يكاد أن يخدع الوحش أصدقائي. الوحش بالومو انفجار متجمد، يستخدم تشارلوك، ولكنه ما زال صابنا بالومو.
حسن نهجم مرة أخرى. التفريغ الهائل يستخدم أصدقائي انفجار البارد. رانمار يهجم بقوة أيضا. استخدم هجوم القوة أصدقائي. قوة طلقة الاختراق استخدم هالوين. أنا أول مرة أراه يستخدمها. قوة الضغط الهائل. تشارلوك تضرر بشكل كبير أصدقائي. أعتقد يجب الهجوم على قصبة عنق البالمو أصدقائي. رانمار يتعادل مع البالمو. تشارلوك استخدم الانفجار البارد وقد انكسر جزء من العناصر لدي. يسقط بالمو. نستخدم هجوم القوة أصدقائي. هجوم السام. السهم السام يستخدم هالوين أصدقائي. اقتربنا من القضاء عليه أصدقائي. ثمرة هزيمة بالومو. هزمناه أصدقائي. ناخد تصنيف A 400 نقطة بعض العناصر أصدقائي. ما زلنا في مهمة البحث عن العشب الطويل أصدقائي لإيجاد الأطفال الصغار. ما زلنا نبحث أصدقائي. أو لا، نوح شملاق أصدقائي. أفضل علاج رانمر متضرر بشكل كبير أصدقائي. رانمار يتعادل معهم. استخدم عناصر العشبة مرة أخرى أصدقائي. رانمار أحد الوحوش تمت هزيمته. جاك الصغير على وين يستخدم طاقة الهجوم أصدقائي. نستخدم العناصر مرة أخرى أصدقائي. نستخدم عشبة على أنفسنا. سن 51 نقطة. سؤال العياء. رانمار هزم جاكي صغير أصدقائي. نستخدم العناصر أيضا أصدقائي. نستخدم عشبة على رانمار سبب تضررها الكبير. هجمة قوية أصدقائي على هالوين. تشارلوك يهجم بقوة أيضا. طلقة القوة هالوين يهجم. نستخدم عناصر. نستخدم جرعة هالوين بسبب تضرره الكبير.
يهاجم الهجوم الجدار الصخري يا أصدقائي، انفجار البارد، لكنه لا تؤثر كثيرا مع هذه الصخرة التي يحملها. أستخدم لما يبدو ليس لدينا برميل متفجر أصدقائي، يبقى سأهجم هجوم القوة أصدقائي على الصخرة، ولكن ضرر بسيط جدا. ضرب القاتل الأنمر حاسمة 16، 14 تشارلوك راح ركبي 43 نقطة. حسنا نهجم مرة أخرى أصدقائي، هجوم القوة جون مار، ضربة قوية قاسية. تشارلوك هجوم قوي أيضا، استخدم راحة، استخدم هجوم القوة مرة أخرى أصدقائي. هالوين يهجم، جون مار يهجم أيضا، تشارلوك يهجم بقوة، هالوين يهجم أيضا أصدقائي. نكاد أن ندمر الصخرة أصدقائي، أهجم الصخرة مرة أخرى. أخيرا تم تدمير الصخرة أصدقائي ولقد سقط الوحش. استخدم هجوم الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران، ادفع في صدرهم أصدقائي. ها هو ران مار يطير في الجو، يهجم عليه بأقدامه، ضربات حاسمة مدمرة قوية جدا. هالوين أيضا حاسمة، وتشارلوك ضربة حاسمة أيضا. هالوين يهجم مرة أخرى، طلقة حاسمة، نكاد نقضي على الوحش أصدقائي. ها قضينا عليه، عمل جيد أصدقائي، قد قمنا بهزيمة الوحش، حصلنا على بعض نقاط الخبرة وعلى بعض العناصر أصدقائي. وما زلنا في مهمة البحث عن الأطفال والعشب الطويل. سأفر منهم أصدقائي، لا أريد تضييع المزيد من الوقت. اختار الفرار، قد فررنا منهم بسهولة أصدقائي. زلنا في مهمة البحث عن الأطفال أصدقائي واستكشاف هالعشب الطويل. ها هنا يوجد أحد ما، أنزل عن رانمر، أحب التحدث معه. فتاة مفقودة، إنها أحد الفتيات الأطفال أصدقائي. لقد أتيت يا ألوين، كذا أنت راكب الوحوش البشري؟ ظننت أنني قد لا أعود للمنزل أبدا. لا تقلقي يا صغيرة، أنت بأمان الآن. مهلا، أليس من المفترض أن هناك 3 أطفال مفقودين؟ لقد انفصلت عن الآخرين في آخر مرة كنا نسير بجوار شجرة ضخمة، هل سيكونون بخير؟ توجد واحدة منها فقط في ويند وود، علينا التحقق منها في تحركنا القادم. حسنا، نصعد إلى رانمر، استكشاف المنطقة المحيطة بالشجرة الضخمة أصدقائي. التي هي أين؟ أحد الأطفال عند الشجرة الضخمة أصدقائي، فلنبحث عنهم.
لا لقد بغتنا أحد الوحوش الصغيرة، سنهرب منهم، سنفر أصدقائي. أختار الفرار أصدقائي. ما زلنا نبحث عن الشجرة الضخمة أصدقائي. حتى نجد أحد الأطفال، يمكننا رؤية الشجرة الضخمة من هنا يا صديقي. أين؟ ها هي الشجرة. حسنا، أنا قريب من هنا أصدقائي. ها هو، أين أنا؟ منزل. تحدث إلى الطفل المفقود أصدقائي. هذا شخص يبحث عني أخيرا، شكرا لإنقاذي. رائع، فلينتظر الجميع ينقصنا واحد. أين صديقك؟ لقد فقد أثر عند البركة. قال أنا سيذهب لطلب المساعدة، أذهب قبل أن أتمكن من اللحاق به. بالقرب من البركة أمل لا يواجه أي وحوش. هيا بنا. حسنا، نصعد على رانمر. نقوم بالتوجه إلى البركة أصدقائي، استكشاف المنطقة المحيطة بالبركة. هذه البركة أليس كذلك؟ فأين آخر طفل؟ ها هو أصدقائي، أخيرا وجدنا الطفل الثالث أصدقائي. يبدو أننا وجدناهم جميعا يا صديقي. أنا مسرور على الأطفال بخير. شكرا لك على مساعدتك يا راكب الوحوش. أنت أيضا ألوين. هذول أطفال روتو طريقهم في أغلب الأحيان.
كريد يساعدها في البحث عنهم، وبتبحث عن أطفال مفقودين مع ردها. علي أن أقول أنك أشد مراعٍ، أكنك أشد مراعٍ للمشاعر. هذا يذكرنا بشيء روى أبي ذات مرة، قصة لا تنسى عندما ضل طريقه في الغابة وكيف حماه شخصين. مرحبا، لا توجد أي قطط فيلا لاين صغيرة هنا. أتساءل أين ذهبوا. إنهم بالتأكيد أشقياء. يوجد وحش في الجوار. إنه وحش طاقم أصدقائي. احترس، أن أحد وحوش أزروس يبدو مضطربا أيضا. أشعر أن هناك شيئا آخر، يجب أن يكون السبب الآخر لكل هذا الغضب. انتظر، حيوان صغير. لقد فهمت، لقد كنت تحامل، تحاول حماية صغيرك فقط. لا تقلق، لسنا هنا لإيذائكم. فيبتعد الوحش أصدقائي وصغيره، لقد هذا قريبا للغاية. ها أنتم، ماذا كنتم تفعلان طوال هذه المدة؟ لقد أردنا الحصول على القليل من العسل فقط، لكن أزرس قدم منا. لقد كان يسعى خلفنا طوال الأيام الثلاث الماضية. حسنا، أنا متصابة بأذى، أعتقد أن كل شيء على ما يرام. تعال معي، أريد كيف كان بإمكانك معرفة أن الوحش لدي الأمر بسيط. لقد سمعت صوت الوحش. أنت غريب حقا. وحش دورا بورس، ماذا يمكن أن يفعل وحش عملاق كهذا في مثل هذا المكان؟ أنا مندهش مثلك تماما، لا نود أن يتوزع الأطفال، سنضطر إلى محاربته. حسنا، فلنهجم على الوحش أصدقائي، كان يبدو قوي جدا أصدقائي. تعادل القوة، لكن ليس تعادل. رانمر يهجم أيضا، استخدم هجوم القوة مرة أخرى أصدقائي. رانمر يهجم، تعادل مرة أخرى، لكن تضررنا بشكل كبير أصدقائي، قد نموت. سأستخدم أحد العناصر، 50 نقطة. أستخدم عشبة أصدقائي. رانمار ينتصر لكنه تضرر أيضا. استخدم الهجوم التقني أصدقائي. مع هجوم القوة نتضرر أيضا بسببه. مع هذا الوحش العملاق، شارلوك يهجم بقوة أصدقائي. هالوين يهجم أيضا. إنه غاضب جدا الآن أصدقائي، كونوا مستعدين. حسنا، نستخدم هجوم التقني مرة أخرى أصدقائي. هزيمة، لقد هلك، قد يموت شارلوك الآن. لم يموت ولكن تضرر بشكل كبير. استخدم هجوم التقني مرة أخرى. هالوين يستخدم جرعة على شارلوك. أوه لا، لقد فقدت أحد القلوب أصدقائي. ضرب القاضية من رانمر. شارلوك الانفجار البارد أصدقائي.
استخدم مهارة الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران، نهجم مرة أخرى، اندفاع في السدروم أصدقائي، ها هو ران مرة حلق في الجو أصدقائي ويهجم بقدمي، صقيب الجليد الحاقد، 170 157 نقطة، استخدم الهجوم التقني مرة أخرى أصدقائي، 22 نقطة فقط، قوة طلقة الاختراق، استخدم ألوين، 67 نقطة فقط، ران مار يهجم بقوة أيضا، شارلوك استخدم الانفجار البارد أصدقائي، استخدم دوران العملاق هذا الوحش، لقد تضررنا جميعا أصدقائي. هالوين استخدم طلقة مرة أخرى، استخدم العناصر أصدقائي، تستعيد استخدم سخام الحياة أصدقائي، معالجة الجميع أصدقائي بسبب تضررنا جميعا، نصر لتشارلوك أصدقائي، رانمر يهجم أيضا، استخدم العناصر أصدقائي مرة أخرى، استخدم سخام الحياة مرة أخرى بسبب تضرر الجميع، مملكة كتل الثلج استخدم ألوين يحلق عاليا مع تشارلوك فوق الجبال والجليدية ويدور حوالين الوحش، يصنع كتل ثلجية كبيرة ويحلق في الجو وينزل عليه بكتل ثلجية كبيرة، لن نرى كم يتضرر الوحش من هذه الهجمة، 374 نقطة فقط أصدقائي، استخدم هجوم التقني أصدقائي، لكن خسرنا، قد نموت هذه المرة أيضا أصدقائي، لا لم نموت بعد، ما زلنا صامدين أصدقائي، طلقة القوة يستخدم هالوين مرة أخرى، إنها حاسمة، سأستخدم عشبة من العناصر عشبة أصدقائي على نفسي بسبب التضرر الكبير لي، تشارلوك استخدم الانفجار البارد، انكسر جزء سقط العنصر أصدقائي، خطوة بورس يهجم هجمة قوية علي، العدو غاضب جدا يكونوا مساعدين أصدقائي، نستخدم عناصر أصدقائي، نستخدم عشبة مرة أخرى، ران مار يهجم، هجوم التقني قوي، تشارلوك يتضرر بشكل كبير، هالوين يهجم أيضا، استخدم مهارة الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران، انطلق اندفاع في السدروم أصدقائي، ها هو رانمر يحلق في الجو عاليا ويخبط بقدمي، تضرر الوحش بشكل كبير أصدقائي، مثقاب الجليد الحافظ يستخدم تشارلوك، استخدم العناصر أصدقائي، استخدم عشبة، استخدم عشبة على تشارلوك، سرعة طلقة الاختراق، استخدم طلقة الاختراق أصدقائي ألوين، رانمار يهجم أيضا، انفجار متجمد لتشارلوك، دوران العملاق سنتضرر جميعا أصدقائي، أوه إنها ضربة جامدة أصدقائي، ألوين يهاجم مرة أخرى، حسنا نستخدم العناصر أصدقائي، نستخدم سخام الحياة أصدقائي، علاج الجميع أصدقائي،
تعال الران مرة مع الوحش أصدقائي، استخدم عناصر مرة أخرى، استخدم مرة أخرى سخام الحياة أصدقائي. نوعا ما يهجم بقوة الانفجار البارد لتشارلوك، كسر جزء، سقط عنصر. هذه فرصتنا للهجوم عليها الآن أصدقائي، ستكون ضربات حاسمة جميعها. مثلا فلنهجم الآن، استخدم هجوم القوة أصدقائي على الوحش. هنا ضربة حاسمة، 41 نقطة، 74 نقطة لألوين، دانمار 94 نقطة، شارلوك 252 نقطة أصدقائي. أوه لا، لقد تم إيقاظه. نقرأ حرف A أصدقائي باستمرار، بقوة بقوة. إيه حرف A، 82 نقطة. استخدم مهارة الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران أصدقائي. اندفاع فلو صدرهم أصدقائي من رانمار. وهو يحلق في الجو، رانمار يهجم بقدمي. تضرر كبير للوحش أصدقائي، اسحب الجليد الحافظ. لا تشارلوك، استخدم هجوم التقنية أصدقائي. ولا لقد اهتم الهزيمة لخطفة بورس، ونقطة واحدة فقط متبقية لي. قوة طلقة اختراق أصدقائي من ألوين. ران ماري يهجم أيضا، انفجار بارد من تشارلوك، كسر أحد عناصر الوحش أصدقائي. طلقة القوة مرة أخرى من ألوين. لقد اقتربنا من النصر على الوحش، إن العدو غاضب جدا وكل مستعدين الآن. سأستخدم عناصر وأقوم بمعالجة نفسي وشرب الطاقة. لا لا ينفع، شريحة اللحم مقطوعة جيدا، سأستخدمها. كسبت ورجعت فل رانمر، تمت هزيمتي تقريبا. استخدم عناصر أصدقائي، شريحة لحم مقطوعة جيدا. استخدم وشبة على رانمر أصدقائي، سرعة طلقة الاختراق مرة أخرى من ألوين، إنها حاسمة. رانمر تمت هزيمة مرة أخرى، من لم يموت فقط، فقد مات. حسمنا أحد القلوب مرة أخرى أصدقائي. شارلوك يهاجم مرة أخرى، هالوين هجوم التقنية أصدقائي. ضرب القاتلة من رانمر، 65 نقطة، انفجار بارد من شارلوك، دوران العملاق. ولا ستسبب ضرر كبير لنا جميعا أصدقائي. نستغل هذه الفرصة ونعالج أنفسنا بسخام الحياة أصدقائي. كان 63 نقطة، 102 نقطة الرانمر. طلقة القوة مرة أخرى،
استخدم عشبة على ران مرة أصدقائي، لأنه إذا مات أي شخص منا سنخسر. الآن مملكة كتل الثلج استخدمها هالوين أصدقائي، وتشارلوك حلقوا عاليا. أتمنى أن يتضرر بشكل كبير من هذه الهجمة أصدقائي. مئة وسبعة وتسعين نقطة أصدقائي، 41 نقطة من الرانمر. نستخدم مهارة الركوب أصدقائي، مهارة الاقتران. نهاجم بهجوم فيلوسيدروم، دفاع فيلوسيدروم أصدقائي. ها هو الرانمر يحلق أصدقائي ويندفع بقدمي. لكن الوحش ما زال صامدا، وتشارلوك يهاجم بقوة أيضا. استخدم الهجوم التقني أصدقائي، حاسمة 35 نقطة، 28 نقطة. تعادل هجوم القوة مع تشارلوك. رانمر يهاجم بقوة أيضا، هالوين يهاجم بقوة أيضا، لكن ما زال الوحش صامدا. إنه قوي جدا أصدقائي. الجولة 28، النصر أخيرا لتشارلوك هذه المرة أصدقائي. العدو غاضب جدا، لن نكون مستعدين أصدقائي. هجوم التقني مرة أخرى أصدقائي، تعادل. أخيرا تمت هزيمة الوحش أصدقائي بصعوبة بالغة جدا. سأتعالى ضحكات الأطفال في القرية مجددا، يلا للراحة. أخيرا ارتفع مستوانا لمستوى 11، باقي الوحوش أصدقائي. حصلنا على مزيد من النقاط والتصنيف A أصدقائي، وعلى بعض العناصر أصدقائي أيضا. يؤسفني جدا، أنا لا أستطيع سماع أصوات الوحوش مثل ما يستطيع رد. يجب أن تعمل بجد لتتعلم جيل حيل جدك يا صديقي. دعنا نعد هؤلاء الأطفال القرية. حسنا، نصعد على رانمر، نعود إلى القرية أصدقائي. نتجنب الوحوش الآن أصدقائي. نعود إلى قرية تروتو باستخدام حامل المنزل أصدقائي. ركوب المنزل متنقل. نعود إلى قرية تروتو أصدقائي. أخيرا وصلنا قرية روتو أصدقائي. العودة بالأطفال إلى القرية أصدقائي. ها نحن نعود أصدقائي إلى القرية. أتحدث إلى زيلارد. أنا مسرور بعودة الأطفال بأمان، نحن ممتنون لكم. نحن ننفذ تلك المهام بسهولة. لقد تمكنت من تعلم طقس نقل الجينات وأثبت نفسك كحليف لقريتنا. أعتقد بأنه يمكنك مواجهة ناراكوغا. ناراكوغا كاكوغا، هل ستقوم بإرسال مهمة أخرى؟ أنت تعرف حقا كيف توظف راكبي الوحوش. هذا كافي جدا، لا داعي لأن تكون فظا مع زيلارد.
نحن لما هذا؟ معذرة، سنبدأ في الحال. لدينا كثير من الكعك المحلى دون انتظار انتظار عندما نعود، أليس كذلك؟ غير معقول. مرحبا ألوين، أرينا أين تتواجد نارا كوكا هنا؟ يحتمل أن يكون في غابة إتول الغربية، دعونا نذهب. قاتل نار كاجوجا. حسنا، نعود إلى الكوخ أصدقائي لنستريح قليلا. ها هو منزلك، المنزل أصدقائي. نذهب إلى السرير، نعمل حفظ استبدال أصدقائي. دار الحفظ، اكتمل الحفظ. حسنا أصدقائي، تنتهي حلقة اليوم إلى هنا أصدقائي. أرجو أن تكونوا استمتعتم في حلقة اليوم من لعبة مونستر هانتر ستوريز 2. ولا تنسوا الاشتراك في القناة أصدقائي، ودعم القناة ونشرها دائما أصدقائي، واللايك والكومنتات. نراكم في الحلقة المقبلة أصدقائي، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.